طيب احنا معنا تليفون شخصية سياسية ولكن أهلاوية جدا، النائبة أنيسة حسونة عضو مجلس أمناء كمان مؤسسة الأهلي للتنمية معنا على التليفون. يا دكتور أنيسة صباح الخير في البداية ومبروك، وأنا شفت التويتات يعني الغزيرة اللي كتبتيها بعد فوز الأهلي وكنت على طول بعمل لك لايك وريتويت وعجبتني جدا كذا تويتة بصراحة كتبتيهم، كنت فرحانة كان باين قد إيه السعادة جاية من القلب، فخلينا كده نعرف بقى إحساسك كمان كان وقت المباراة إزاي؟ بصي صباح الخير يا نهواند، وسعيده جدا ان انا ادخل معاكم بالمناسبه الجميله دي. الف مبروك لل 95 مليون اهلاوي ولمجلس الاداره، بس في الاول للفريق وللجماهير. يعني احنا صحيح كان هيجي لنا سكته قلبيه كلنا بتاخد ربع ساعه والله، الواحد قاعد يدعي يا رب ما تكسرش بخاطرنا، فالحمد لله. يعني عشان احنا صحيح بنلبس فانيلا حمراء بس احنا قلوبنا بيضاء، فربنا نصفنا وكرمنا يعني سعداء سعادة. يعني والله ما فيش حد بيسعدنا قد النادي الأهلي كده، نمنا يعني كلنا مبسوطين اليوم ده بصراحة. والله جميلة جميلة. يعني ساعة ما جيت جون بتاع أفشة الثاني ده أنا قفزت من على الكرسي، يعني اللي هو مش مصدقة نفسي وخايفة يكون هيقولوا لا الفار، لا مش مظبوط، لا ما أعرفش إيه. فبجد ألف مبروك لكل الناس، للكابتن بيبو طبعا بدون منافسة حبيبنا كلنا ومجلس الإدارة كل نفر 90 مليون اهلاوي انا بقول له مبروك. واحنا بقى دلوقتي نادي القرن، ونادي القرن اللي جاي، وبنوصي بقى الاحفاد ان هم يعملوا القرن اللي بعده. يعني احنا مش هنورثهم بس هنكتب وصايا علشان كل واحد يبقى مسؤول عن الحكايه. تابعتي الماتش مع مين دكتور انيسه؟ مع العيله؟ وهل العيله كلها اهلاويه؟ بصي اصل انا ساعات ليا حاجات كده في القعاد، فانا كنت قاعده في اوضه معينه في الجون الاولاني، مع اني خفت لما جه بدري قوي كده قلت ربنا يستر، وبعدين كنت بتفرج مع بقيه العيله في الجون الثاني في جون شيكابالا، فقلت لهم لا بعدين انا هروح اقعد جوه ثاني. قلت لهم مش قادره اقول لكم عشان يكون وشكم وحش بس انا هقوم. فقمت والله رجعت لنفس الكرسي ونفس الاوضه اللي كنت بتفرج عليها، بس كنت خلاص اكيد انت زيي وكل جماهير الاهلي زيي، اللي هو يا رب يعني انصدمه. فلما جاء جون لا فرحه عارمه لا تصدق بجد، ليله كانت سعيده جدا جدا جدا. الحمد لله الحمد لله. يعني ومزيد باذن الله من النجاحات والبطولات، واحنا زي ما بنقول دايما في ظهر الاهلي والنادي الاهلي يعني ان شاء الله. احنا مستعدين نشارك في الخطه بتاعت الملعب، مستعدين ننزل نلعب معاهم. يعني يلا يا نهواند بقى 2000 وعلى الملعب جاهزين يا دكتور جاهزين. نشكرك جدا جدا على مداخلك الجميله دي دكتور انيسه حسونه عضو مجلس امناء مؤسسه الاهلي للتنميه.